نرتاحوا تو شويه ونركزوا قدة ربي على الشامبيونا ان شاء الله ربي معنا ونركزوا الماتش بين قدام كما يلزم ان شاء الله نروحوا بتروبوا من غادي ان شاء الله. والله الحمد لله ما الهناش الولاد كل يوم يعطيهم الصحه. اهم حاجه معناها الترشح الحمد لله ترشحنا كما قلت لك معناها تو عندنا ماتشات شامبيونا ان شاء الله نركزوا عليهم وان شاء الله ربي معنا. اوكي بنقردان في بنقردان ان شاء الله بقدر ربي حاضرين كما يلزم ان شاء الله كما قلت لك خلينا نفرحوا لتو شويه ومن بعد يعمل ربي دليل البنقردان ان شاء الله. يوم السيسيس اليوم حقق الانتصار لكن الحقيقه غاب الاداء. غاب الاداء على برشا اسباب. بون نحكي شويه ديزيكسكوز من بعد الفيكتوار في الالي بوتيتر لونتام تاع الماتش كانت باهيه وسجلنا هدف ونقول استسهال المنافس بوتيتر اللي صار البارح مع الرئيس بوتيتر اللي صار زاده مع الجماهير في التيران دخلت بعضها شويه في الديبيو تاع الماتش بوتيتر قلق هذا الكل نجم نلقاهم لك ديزيكسكوز باش نعطيك امور فنيه. الامور الفنيه كي عندنا الكره حاولنا نخرجوا الكره اما ما عرفناش نخرجوا الكره ما كانش فما برشا دي ماركاج ديما اللي عنده كره ما يلقاش دي سوليسيون في الانترفال قعدنا نلعبوا برشا لاتيرال ولعبنا كره لتيلي دونك هذو من الحاجات اللي ما خليناش نبنيو الهجمه نتاعنا من التالي اون بلوس كي نخسروا الكره ما نعملوش لي فور باش نفوكا رابيدمون خليناهم معطيناهم الوقت وعطيناهم الاسباس باش يلعبوا هما تري بون تكنيكمون دونك هيك علاش لقينا صعوبات برشا. هو فريق محترم احنا راهو نلعبوا خاطر ربحناهم غاديكا بوتيتر في مخ برشا عباد اللي هو فريق مش محترم لا راهو فريق محترم وسيرتو القدام ميليو تيرام تاعو فريق باهي ماهوش خير منا سي سور اما احنا كيما نقولوا عملنا الخدمه 70% في غاديكا في 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 سخانه وفي كل شيء قتلنا الماتش لو بلوز امبورطون ما قبلناش ماتش لقينا رامي جريدي معناتها ديسيزيف كالعاده هذاك هو المفيد ما قبلناش حتى هدف وترشحنا تو بنقردين في بنقردين مباراه مهمه مش تخلي سي 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 في على التابلو يلقى روحه اسفل التابلو مهمه ومصيريه الباقي للمشوار. احنا ديجا نحكيو مع بعضنا احنا والملاعبيه ديجا في مخنا معناتها ان شاء الله نروحوا بفيكتوار باش نلقاو استاد معبي ماتش كلوب باش العباد الكل نعاودوا رولونسيو بطوله كامله وعلاش لا بوتيت عملنا ماتش متلوي بوتيت خايب كاتاستروفيك مي تظلمنا في شويه نقاط زاده كسوا في ماتش كلوب ولا البيلانتي نتاع الاسبيرانس دونك لازمنا نروحوا بلي 3 بوان سيسرا معناتها تري ديفيسيل في بنقردان في بلادهم غادي اما احنا معناتها ان شاء الله نكونوا حاضرين ان شاء الله نروحوا بالفيكتوار. يعني يا ميمو في ثاني مباراه ليك في ظرف اسبوع تلقى روحك 4 ساعه تيتولير كيف عشت المباراه وانت كنت على البنك الاحتياط وبعد دخلت؟ كنت مركز على البنك دخلت عاونت صحابي انتصرنا الحمد لله يا ربي فهمني وان شاء الله واحد يزيد يخدم على روحه وان شاء الله جاي خير. بالنسبه للمباراه بنقردان في بنقردان مباراه مهمه باش تخلي سي 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 يكون في اعلى التابلو ولا في اسفل التابلو؟ ان شاء الله نحضروا لك نطوي صفحه الكاف وان شاء الله نحضروا لها كما يلزم وان شاء الله نروح بنتيجه ايجابيه معناها ننتصروا ونفرحوا جمهور سي سي سي. ياسين مريح السي سي سي اليوم انتصر لكن الاداء كان غايب حتى في الدفاع ما كنتوش برشا مركزين اليوم الحقيقه. كيفاش ما كناش مركزين نلعبوا كونت ادفيرسير ماناش نلعبوا وحدنا نحن جماعه تاعهم شامبيونز ليغ دونك جماعه قويه وخاصه في بلادها بجي تلعب حظ الكل هنا دونك ما نساوش كيفاش ما كنا اون كومبريميتون مانيش كونسونتري بالكدا خاطر ما كناش استسلمنا اللعب مي ديزيميتون فقنا وعرفنا احنا شنو قادمين وديجا سجلنا ثاني ولادي نساو قدس مودو كان مقنع الحمد لله. بالنسبه لمباراه بنقردان في بنقردان مباراه مهمه مش تخلي سي 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 في على التابلو يكون في اسفل التابلو اكيد ماتش توا هذا في الكاف وتجاوزناه توا نخمو في الشامبيونات عندنا ماتش صعيب في بنقردان ادفيرسير صعيب في بلاده لازمنا نحضروا له بالكدا وان شاء الله الجو الجاي نهبطوا في نهارنا ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله ليسونسيال دخلت الكره اليوم يظل الانتصار ما كان سهل الحقيقه الاداء كان خايب الحمد لله عرفنا كيف نربحوا مي لازمنا نصلحوا رواحنا تعرف ماتشات هكايا تغلط باش تخلص الحمد لله اليوم غلطنا وعرفنا كيف نخرج اللي جاي اصعب لازمنا نصلحه لازم نقف على ساقينا ونصلحه ان شاء الله القادم خير ان شاء الله.